ها نحن في سنة جديدة، كل سنة وأنتم سالمين. وبالنسبة لي السنة الجديدة عبارة عن فرص جديدة، إمكانيات جديدة لتطوير مشاريعي. وفي هذا الفيديو سأطلعكم على 5 عوامل مهمة تساعدكم لتخططوا سنة مثمرة وناجحة. سنة 2018 كانت من أفضل السنين بالنسبة لي. خلال سنة 2018 نجحت في تطوير مشاريعي وتحقيق غالبية أهدافي التي خططت لها، مثل إعلان قناة يوتيوب ناجحة، والتعرف على أكبر عدد من الأشخاص ومساعدتهم، إعلان موقع الأكاديمية لتعليم التجارة الإلكترونية، وأيضا تطوير المتاجر الخاصة بي وفريقي أيضا. هذه المشاريع تتطلب الكثير من الجهد والوقت، ولكن بواسطة تنظيم برنامج عمل مرتب استطعت إنجاز 80% مما خططته، وأنا راضي من النتائج الحمد لله. هذه هي العوامل التي أتبعها عندما أبدأ بالتخطيط لسنة جديدة. عندما أبدأ في تخطيط السنة الجديدة أكرس لذلك يوم كامل أنا وطاقم عملي، وعادة نخططها خارج المكتب، غالبا في الطبيعة أو في مكاتب خارجية. هذا سيخلق نوع من الجو الإبداعي ويساعدنا للتفكير بمواضيع خارج الصندوق out of the box. العامل الثاني هو تحديد أهدافك ولكن بالمعقول. ولاحظ الكثير من الأشخاص تحدد أهداف فوق طاقتها، وخلال السنة يبذل الكثير من الطاقة لتحقيق هذه الأهداف بالرغم أنهم يعرفون أو على علم من الصعب تحقيق هذه الأهداف، وبالتالي مع نهاية السنة سيشعروا بالإحباط لعدم تحقيق أهدافهم. كل شخص يعرف ما هي قدراته. خططوا بالمعقول. التحسين يأتي على مراحل وليس فجأة أو خلال سنة واحدة. العامل الثالث هو تحديد أهدافك للسنة الجديدة. عند بدء التخطيط وتحديد أهدافك لا تحددوا أهداف عامة، عليكم أن تكونوا دقيقين أكثر. هذا سيسهل عليكم لتحقيق المهمة. أهداف عامة سيكون من الصعب تحقيقها. يمكنكم تحليل الأهداف العامة لأهداف ثانوية وبدء إنجاز هدف هدف تدريجيا. رابعا، عليكم الاطلاع على الماضي وتحديد الأولويات. وما أعني بذلك أنه عليكم مراجعة السنة الماضية ورؤية ما هو ناجح لكم وتحسينه أكثر. أنا شخصيا أعمل بمجال التجارة الإلكترونية، أطلع على جميع المنتجات الأكثر مبيعا في متاجري وأبدأ أخطط كيف يمكنني أن أحسن هذه الصفحات أو المنتجات أكثر لتنتج لي أكثر مبيعات ومن ثم أكثر أرباح، ومن ثم أطلع على ما لا ينجح وأحاول تحسينها أو أوقفها. وفي المرحلة الأخيرة أبدأ بالاطلاع ما علي بدء إنجازه من مشاريع جديدة. يجب أن يكون لديكم أولويات. ابدأوا بما هو ناجح وحسنوه، ومن ثم انتقلوا لما هو غير ناجح وحسنوه أو تخلصوا منه، ومن ثم ابدأوا بالمشاريع الجديدة. أتمنى أن تكون لكم سنة مثمرة وناجحة، وأن تحققوا جميع أهدافكم لسنة 2019. وسؤالي لهذا الفيديو هو: كيف أنتم تخططوا السنة؟ هل لديكم نصائح أخرى؟ اكتبوا أجوبتكم بالتعليقات. وأخيرا لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية والضغط لايك إذا أحببتم الفيديو. سأراكم في فيديو آخر.